دور جهاد طبعا دور لا ينسى, والحالة كلها كانت حالة أسرية قوي في مسلسل ونس. ده حقيقي. أولا كان عندي أم تانية فنانة سعاد نصر الله يرحمها. الله يرحمها. ماما ميسة. كانت برضو حد ياخد باله مني اهي حياتي. ده فيلم كنا عاملين فيلم انا وهي, وكانت مامتي في الفيلم برضو يعني عملت مامتي كتير قوي في الهمجي وخمس اجزاء ونيس, وفي الفيلم ده كانت مامتي فيه برضو. كان فيلم اسمه خريف آدم. فيهم شبه من بعض. في ناس كتير تقول انت شبه سعاد نصر اكتر ما انت شبه عمتك. ممكن ايوه يعني الملامح والالوان. الالوان سعاد نصر.